السلام عليكم مرحبا بكم في قناة دي دو صمدي. هالنهار ان شاء الله غنقدم واحد الحلقة اللي يعني في الحقيقة خصها تكون تربية الأرانب، وهي إعطاء كيفية إعطاء الذرة لصغار الأرانب خصوصا بعد الفطام. يعني شحال من واحد كيمشي كيشري خنشة بحال هذا الشكل، هي راه كطيح شوية رخيصة، كطيح 120 درهم ديال الذرة، لكن أن هاد الذرة كل يعني حبة كتكون مقطعة في النص. بالنسبة للكبار غادي تصلح لهم، غادي ياكلوها، يعني أرانب بالغة غادي ياكلوا هاد الدقديق ديال يعني هي الماكينة كتخرجوها، يعني كل ذرة حبة كتكون مقسومة على نصفين. لكن ترى واش هاد الذرة هذه ممكن أنهم غادي ياكلوها صغار الأرانب بعد الفطام؟ هذا هو السؤال المطروح. الجواب ديال هذا السؤال هو ان الصغار كيكون الفم ديالهم صغير، ما يمكنش انه غادي ياكلوا مثلا هاد القطع بهذا الشكل هذا. انتم ها هي اللي كتبان لكم، انتم الصغير ما يمكنش ياكل هاد الذره هذه، يعني ملي كديروها لهم يا اما كيضروا، ممكن انه يضر لان هاد الذره بحال هكا غادي تحصل له انه هو عاد صغير، يا اما ما غاديش ياكلها كاع وغادي يخلي لك هذيك الماكله كما هي. الحل اسمه هو اشنو الحل؟ الحل وهو انكم غادي تجيبوا هاد الدوره هذه غادي تغربل. هنا غادي نوريكم طريقه عمليه يعني بالتطبيق كيفاش غادي نغربلوا هاد الدره هذا. انا هاد النهار استعنت بالزوجه ديالي، هي اللي غادي اول مره على قناه ديدو سامودي، غادي نوريكم كيفاش غادي تغربل هاد الدوره هذه باش نقدروا نعطيوها للصغار. اول حاجه غادي تشريو واحد الغربال، هذا كيقولوا له غربال، او كاين الناس اللي كيقولوا بوصيار. هذا الشبيك ديالو هنايا العيون ديالو هذا كيقولوا المتوسط، كاين واحد رقيق لا يعني ملي ما كيدوش يعني كيديروه الدقاقه رقيقه، كاين هذا المتوسط وكاين واحد غليظ. هذا النوع هذا هو اللي كيصلح في هذه الحاله هذه. انتم كما غادي تشوفوا معايا هي غادي تقدم مشكوره، يعني غادي تشد هاد اللي كاين في الخنشه كديروه في الغربال بهذه الطريقه. انتما هي عمليه بسيطه ماشي اي واحد يقدر يديرها، غير سخونه يكون عندكم الماتريال. انتما كديروا واحد الحبه كبار وكتدوروا بهذا الشكل، لاحظوا ان الناس غادي تلقاو لتحت. شوفوا معايا انتما هذا اي تعطى الكبار يعني البالغين، لتحت منه هانتوما كاين اش الدقاقه، وهاد الدقاقه سبحان الله ما كتجيش يعني غليظه بزاف، رقيقه ولا نقول يعني ماشي غير التفرتيس، كيجي معاها واحد الحبيبات يعني رقيقين قد الفم ديال الارنب الصغير يعني بعد الفطام. وكونوا متاكدين ان المنافع ديال هاد الذره راها منافع يعني جد جد فعاله. اول حاجه الذره راها حلوه المذاق، يعني هذا الشيء كي 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 كيخرج لنا في اللحم ديال الارانب، كيخرج ان اللحم ديال الارانب كيخرج اولا هو راه صحي 100%. يعني هاد الذره راه ماشي شركات يعني مثلا ديال السيكاليم اللي غادي يديروا معاها واحد مواد حنا ما عارفينش اشنو هما، لا الذره ديال سيدي ربي، يعني الذره ما يعني ما لاعبينش فيها، ما دايرينش فيها شي مواد كيماويه ولا لا، الذره هذيك كي كيجيبوها كيبريوها كيحيدوها من 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 الكبال، وكيجبدوا الذره وكيطحنوه في الماكينه الطاحونه وكيخرجوه بهذا الشكل هذا. انتم راه كل هذه الخنشه هذه راه فيها انتم غادي نوريكم شحال فيها من كيلو، فيها 40 كيلو، ها هي مكتوبه 40 كيلوغرام، 40 كيلوغرام كتباع 120 درهم، يعني ملي كتجي تحسب كتلقى واحد 2 درهم ونص الكيلو، وهي الكيلو ديالها راه فيه بزاف، راه ممكن يكون هاد الكميه كامله بحال تعطيكم واحد نص كيلو، يعني راه مخيره بالنسبه للارانب، راه الذره راه كتشبعهم، راه كتعطيهم غير كميه قليله، يعني ممكن انكم تعطيهم طاس ديال ياغورت غير واحد الكميه قليله، هذه راه غادي دير النهار كامل، هذه الكميه هذه الكميه هذه تضرب النهار كامل.
لا الصالحة صالحة أولا اللي تسمين يعني كتحسوا بالأرنب ولا بصحة جيدة تسمين الأمهات اللي كيكونوا كيرضعوا بالنسبة للحليب دار الحليب يعني واحد معجزة ديال سيدي ربي وصافي كاين القضية ديال الحم ديالهم كيخرج فيه واحد النوع ديال الحلاوة يعني كتجيب أرنب كتقول هذا الأرنب يعني المذاق ديالو حلو المذاق ديال يعني ماشي حلو ان مثلا غادي يضر مولين السكر لا هو المذاق ديالو بنين وفي نفس الوقت غادي يعجب الناس اللي كيعطيو الدوره ناس صحيه 100% اذا هذه الطريقه هذه ديال التغربيل هذه وهاد التغربيل هذا كونوا متاكدين انه كيكون صالح الارانب بعد الفيطام انتما راني عطيتو الارانب ديالي كبرت به واحد يعني واحد الجيل غير بالدرا يعني لان السيكاليم كيكون مجهد على الصغار يعني شحال واحد غادي يقول لك انا الارانب ديالي بعد الفيطام كي غادي ندير لهم كي غادي نتعامل معاهم ها هو الجواب انكم تعطيوهم الدوره مغربله يعني في الغربال هانتوما شوفوا الاعيون ديالو قداش هانتوما تبارك الله هذا هانتوما راه مكبروا بالدوره هذا راه يعني 100% راه كابر بالدوره تبارك الله هذا راه ذكر كابر بالدوره لا غير انا ما عطيت لا السيكاني لا والو الناس اللي كيقول لك بغينا التسمين ها هو جات الفرصه انكم تسمنوا الارانب ديالكم هذا راه تبارك الله عنده دابا شهرين ونص راه تبارك الله يعني شحال من واحد باغي طريقه ديال التسمين ها هي الطريقه ديال التسمين هذا راه ارنب ماشي تا رومي 100% رومي راه غادي يولي اكثر من هذا الشيء هذا راه ارنب بلدي هذا راه ارنب بلدي وارنب بلدي في هذه المرحله راه ما كيوصلش لهذا الوزن هذا هانتوما تبارك الله راه كابر بالدوره والفصه فقط الفصه عطيتها له شي ايام ولكن قطعت عليه وكنعطيه غير الدوره هانتوما ها هو في القفص ديالو راني يلا درتو في هذا القفص هانتوما سمو كاين هنايا شويه ديال النخاله ها هي وكاين الدوره لا غير ها انتم هذه الدوره راني غير هذه النخاله غير كعاونته بها اما هو هذا الذكر هذا تبارك الله وها هو ذكر اخر هادو راهم كابرين بالدوره لا غير هذه انثى ها انتم تبارك الله انتم راها كابره باش بالدوره فقط راها الدوره الناس اللي غادي يجربوها غادي تشكروني بزاف على قضية ديال التسمين وشحال من واحد كيصح كيحصل كيشوف ارانب بهذا الحجم هذا انتوما انا غنوريكم غادي ندوز من الجهه الاخرى انتوما اخواني شحال من واحد غادي يشوف هذا الحجم هذا غادي يقول انا كيفاش غنتعامل معاهم اشنو غادي نعطيهم وهما بعد الفيطام راه كاين الفيطام كيكونوا يعني كيرضعوا من امهم مزيان وانت عطيتي الام ديالهم الدرا وكاين ادرار ديال الحليب مزيان ولكن ملي غادي يوصلوا لهذا الحد هذا اش غادي نعطيهم شحال من واحد كيمشي كيعطيهم السيكارين كيبداو يموتوا الله يحفظ علاش السيكارين كيكونوا فيه مواد مجهده عليهم كيقول لكم يلا انا ما عطيتهم السيكارين واش غادي نعطيهم ها هي نعطيهم الدوره شدوها غربلوها هذه راه مناسبه يعني للناس اللي كيربيو الارانب وما فاهمينش كيفاش غادي يتعاملوا مع الارانب في قضيه ديال التسمين هذا رجاء الجواب هذا النهار راه حلقه هديه هذه الحلقه راه كنقدم في دي دو سامودي كنقدم هدايا يعني ديما تقريبا من شهر لشهر كنقدم هديه للمشتركين ديالي راها الدوره راها هديه لا من ناحيه الثمن لا من ناحيه التسمين الحليب وهي دابا وريتكم النهار كيفاش غتتعاملوا حتى مع الارانب بعد الفيطام عطيهم الدوره راه هنايا كاينه الدوره لا غير الدوره مغربله ما تعطيهمش الدوره غادي تلاحظوا انكم الى عطيتهم هذيك الدوره غادي ياكلوا منها شويه ويخليهم منها شويه وما غتفهموش علاش والجواب هو هذا انهم الفم ديالهم راه صغير ما يمكنش ان هذا الفم غادي ياكلوا دوره كامله لان الفم ديالو واخا يفتحوا كتجي صعيبه عليه انه غادي يهضمها بعدا ما يمكنش غادي يقدر يدوزها في المصيرنا ديالو نتوما شريو غربال شحال كيدير الناس اللي ما عارفين شنو هو غربال
كاين اللي كيقول له بوسيار، كاين اللي كيقول له غربال، انه كيفصل الحبيبات الكبيره كيحطها الفوق وكي الدقاقه يعني داكشي الحبيبات الصغيره كتخرج لتحت. صافي هذا هو الدور ديالو. كتمشيو السوق راه كيدي الثمن ديالو كيدير ما بين 9 دراهم 10 دراهم 12 درهم كيوصل حتى ل 20 درهم، ولكن راه ما كيمشيش في الندم يعني كتستعملوه ك يعني بشكل يومي كتغربلو كتعطيو للصغار. ها نتوما كتشوفوا تبارك الله راه كياكل الدقاقه ديال الذره. ولا بغيتوا تعاونوا شي شويه، اذا بغيتوا تشريوا واحد الخنشه ديال النخاله، حتى النخاله راه كتساعد، ممكن تخلطوها لهم. وهاد العمر هذا راه مزيانه لهم النخاله، حتى النخاله كديروها مع الذره يعني خليط ما بين الذره والنخاله، وكديروا معها شويه ديال الماء ساخن، ماشي تغرقوها بالماء، انما غير كتسردوها واحد شويه وكتلونوها شويه وكتعطيوها لهم. راه تبارك الله راه واحد يعني انا كنبغي الخير ليا، راني كنبغيه ليكم حتى نتوما. انايا هذا الموضوع راه كنعتبروه هديه هذا النهار. ها نتوما شوفوا كيفاش كياكلوا، راه هاد العلافات راهم كانوا عامرين في الصباح وكياكلوا يعني بواحد الشراهه. ما كدير لهم الكوكسيديا يعني لا دياري ما كيديروهاش، ما تلقاوهاش عندهم. الانتفاخات ما غاديش تلقاوها ان شاء الله، لان الانتفاخات عندها الحالات ديالها يعني اما العلافه كيزبلوا فيها وياكلوا الماكله ديالهم، يفزقوا وياكلوا، ممكن انكم تعطيهم الخضره وتضرهم في كرشهم. اما هاد الاكل ديال هاد النهار اقتصادي، لا بالنسبه للصغار لا بالنسبه للكبار، كل شيء نافع وصالح 100%. راني قلت لكم كون ما جربتوش ما غاديش ندير كاع الفيديو هذا. راني هاد الجيل هذا راني كبرته بالدوره فقط، وراه اتصلوا بيا ناس يعني اصدقاء اتصلوا فيا في الخاص وشرحت لهم يعني الطريقه كيفاش يتعاملوا مع الصغار يعني هاد التغربيل هكا، وبغيت نوصلها لجميع المشتركين ديالي، لان فعلا طريقه غادي جد فعاله. اذا الحلقه ديالنا هي هذه. الناس اللي تبعوا معنا حتى الاخر فيديو ما ينساوناش بزر جام، لان زر جام هو اللي يعني هود صبعك لتحت وتكي على زر جام باش ونقرا خفيفه باش تساندوني ونقدر نصيفط لكم فيديوهات نافعه وصالحه بحال هذا الفيديو هذا. كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.